معنا سعادة المهندس علي بن شاهين السويري، رئيس دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. أبو سعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا كيف فيك الحال محمد. سعادتك؟ الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيكم الصحة والعافية وجزاكم الله خير على جهودكم الطيبة، الحمد لله اللي موجودة في كل مكان ونلمسها في كل مكان. جزاك الله خير، جزاك واجبنا الله هذا. خير. اليوم صباح هذا اليوم صاحب السمو حاكم الشارقة دشن الموقع الجديد لنصب عاصمة الثقافة العربية. تحدثنا عن جولة صاحب السمو حاكم الشارقة، وأهم ما يميز هذه المنطقة أو هذا المكان، وما هي أهم المشاريع كذلك التي سوف تضاف إلى هذه المنطقة، وبعد ذلك سوف نتحدث إن شاء الله عن نصب عاصمة الثقافة الإسلامية والإضافات التي ستشملها. إن شاء الله. نحن طبعا اليوم شرفنا بموافقة صاحب السمو الحاكم بتدشين موقع النصب الجديد لعاصمة العرب الثقافية، واللي هاي نالتها الشارقة كلقب عاصمة العرب الثقافية من قبل المؤتمر العام للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. ومثل ما قد نرى الآن على الشاشة أن هذا الموقع الجديد هو موقع على طريق الشارقة الديد مقابل المدينة الجامعية، والنصب يقع في طبعا في حديقة العالم العربي، والحديقة هذه قد سبق أن تم سمو الحاكم تم أعلن عنها وأعلن عن تسميتها كحديقة العالم العربي، والحديقة المجاورة لها اللي هي حديقة العالم الإسلامي. طبعا هذه الحديقة أهم ما يميزها اللي هو النصب، هذا وجود هذا النصب في مركز هذه الحديقة، وهذا النصب حقيقة يعني هو نفس النصب اللي كان مقام على طريق الشارقة الديد مقابل منتزه الصحراء في الجهة المقابلة، ولكن بسبب بعد الموقع وعن مركز المدينة تم اختيار موقع بديل، وتم اختيار هذا الموقع كونه هو من أفضل المواقع في مدينة الشارقة، وأيضا يعني موقع أمام المدينة الجامعية وعلى طريق الشارقة الديد، وموقع يعني يمثل ما هو بني له هذا النصب، وهو النصب عاصمة الثقافة العربية. طبعا مثل ما نشوف الآن جولة صاحب السمو في الموقع، وهو النصب تم إنشاءه على يعني على مساحة إجمالية من الجرانيت اللي هي 4000 متر مربع مثل ما نشوفها، وهي عبارة عن قاعدة يرتكز عليها النصب، وهذه القاعدة مكونة من أربع مستويات. المستوى الأول هو عبارة عن دائري ويوجد فيه ممشى وأربع مداخل لهذا المستوى، بحيث الشخص اللي يزور هذا النصب ممكن يوصل إلى النصب ويشوف الحديقة حوالين النصب، وكذلك أيضا يقرأ اللوحات اللي موجودة على القاعدة اللي هي في المستوى الثاني. أنا شفت لوحتين أبو سعيد، شو الفرق بين اللوحة البيضاء والأخرى الصفراء؟ إيه طيب، هي اللوحتين هي عبارة عن أول لوحة كانت اللي هي افتتاح هذا النصب، هي كانت في سنة 98، كان يوم الأحد 3 مايو سنة 98، وكان بحضور اللي هو مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور فدريكو مايور. وبعدين في سنة 2001 أيضا كذلك في لوحة ثانية إذا شفناها زار مدير عام اليونسكو الشارقة أيضا، هذا أعتقد في نفس السنة التي افتتح فيها صاحب السمو حاكم الشارقة برفقته منتزه حيوانات شبه الجزيرة العربية. صحيح، وكان هو يعني كان مدير عام منظمة اليونسكو موجود متواجد في إمارة الشارقة، فكان افتتاح المركز، وكذلك أيضا زيارة للنصب، وتم تعليق هذه اللوحة ذكرى لزيارته للنصب. ومثل ما نشوف الآن هي هذه اللوحة الأولى اللي هي سنة 98 بزيارة، وهذه اللوحة البيضاء اللي هي في سنة 2001 20 مارس بزيارة مدير عام المنظمة. طبعا مثل ما نشوف هذا النصب اللي هو العمود الخرساني اللي يعلو هذه القواعد الجرانيتية. كم ارتفاع تقريبا؟
هو طبعا اجمالي النصف كامل مع القواعد 42 متر. ما شاء الله ما شاء الله. النصف فقط هو العمود الخرساني هذا المكسو بالخرسانه اللي هي مسبوقه الصب، وكذلك ايضا الزخارف الاسلاميه اللي موجوده ونشوفها على النصف كذلك، هذا ارتفاعه فقط 34 متر. عفوا 32 متر. 32. واي نعم، ويعلو هذا العمود الخرساني بطول مترين تقريبا اللي هو رأس الرمح أو السهم، ومثل ما نشوفه هو شكله يعني يشير كأنه إلى سهم إلى الأعلى أو انطلاقة إلى الأعلى، وفكرته أنه هو هذه انطلاقة إمارة الشارقة إلى الأعلى في الثقافة والنهوض بالإمارة هذه في مجال الثقافة. وطبعا كل هذا طبعا بفضل صاحب السمو قائد هذه مبادئ هذه النهضة في كافة المجالات، سواء كانت في المسرح أو في الثقافة أو التراث أو في الأدب مهرجانات، كل هذه طبعا كانت هي نهضة بدأها صاحب السمو الحاكم، وهذا أيضا شعار الدورة هذه أو اللقب. في كل سنة اليونسكو يمنح يسمي مدينة أنها اللقب لها، يتم أيضا رسم شعار خاص لهذه المدينة. جميل. وهذه عبارة عن ثلاث، إذا نشوفها ثلاث ألوان، وهي تبين أن الشارقة كانت ثالث مدينة تمنح هذا اللقب في هذاك الوقت. طيب. أبو سعيد بس نعم. أنا يعني حسب ما علمت بأن الشارقة حينما لقبت بهذا اللقب في 98 كانت يمكن ما أعرف الرابعة الخامسة الثالثة، هل عندك معلومة في الموضوع هذا؟ هي طبعا المدينة الثالثة، هي الثالثة. نعم، أول مدينة كانت سنة 96 وبعدها 97 والشارقة 98. أعتقد قبلها كانت مدينة في مصر. نعم، وتونس أيضا. وتونس نعم. فجاءت الشارقة إذن الشارقة. بعد جمهورية مصر العربية وبعد كذلك الجمهورية التونسية تأتي مباشرة الشارقة ثالثة بلقب عاصمة، بعدها لبنان، بعدين في في التسمية الرابعة بعدها لبنان. جميل. نعم، والآن التسمية لسنة 2022 تم تسمية المدن لحد تاريخ 2022 أيضا. يعني المدن مسماها حتى عام 2022. 22 نعم، ولكن الشارقة فازت يعني اللقب هذا من أول المدن، هي ثالث مدينة ثالث تسميتها بهذا اللقب. جميل. أرى الشعار المرتكز على النصب اللي أشوفه أنا الحين في شيء من توقد الشعلة، وهذا مباشرة الحين أنا أشوفه توقد الشعلة يرمز إلى شيء معين، هل ممكن تقولنا لماذا يرمز أبو سعيد؟ هو مثل ما قلت لك، هو النصب مع الشعار كلهم يمثلون على نهضة الإمارة في الثقافة، وهذه الشعلة متوقدة بثقافة الإمارة، وهي عبارة عن ثلاث ألوان مثل ما قلت لك، هي كون الشارقة تم تصميم هذا الشعار أن هي ثالث مدينة تحصل على هذا اللقب، فجاءت فيها الثلاث ألوان واللي هي ألوان البحر والصحراء يعني والجبال، كون الشارقة كل تمتاز بكل جميل. هذه التضاريس أيضا، تمتاز. وهي عبارة عن ثلاث شعل، وأيضا يعني تشارك في منظور النصب، هي أن هي كلها انطلاقة إلى الأعلى في الفضاء هذا، أن ما في حدود لانطلاقة إمارة الشارقة في الثقافة في شتى المجالات. وطبعا هي استحقاق الإمارة لهذا اللقب جاء يعني بعد جهود كبيرة، مش فقط على المستوى المحلي، هو تراكمي سعادتك، يعني الحمد لله رب العالمين الشارقة استحقت هذا اللقب وكذلك لقب عاصمة الثقافة الإسلامية بشكل تراكمي، يعني هي لم تسعى لللقب وإنما هذا متأصل، الثقافة متأصلة فيها الحمد لله رب العالمين. صحيح، هذه هي النهضة في كافة المجالات مثل ما ذكرت لك، في الثقافة وفي المسرح وفي التراث والأدب، وكذلك المهرجانات اللي نشوفها بشكل سنوي مستمرة، والمعارض، معرض الكتاب، كل هذا طبعا جاء من توجه سموه بالاهتمام الحمد لله بالثقافة. طيب. غير ذلك نحن نلمسها في مشاريعنا، يعني مشاريع البناء اللي هو اهتمام سموه بالنشء وثقافة النشء هذا، ابتداء مثل ما ذكرت يمكن قبل قليل في الحضانات، في رياض الأطفال، مراكز الأطفال الناشئة، الأكاديميات،
كل هذه مشاريع احنا نبنيها ونأسسها، ولكن كلها جاءت بناء على فكر وتوجيه هذا القائد اللي يقود هذه المسيرة في الثقافة. نعم. وغير ذلك احنا ياسين نشوفها الآن أيضا على المستوى العربي، اللي هي بيوت الشعر العربي صحيح. اللي في كل المدن العربية، صحيح، إضافة هذه المسارح ورعايتها عربيا، جزاه الله إضافة خير، جزاه الوفود الله خير. العربية والثقافية كلها في إمارة الشارقة. فالجهود ليست فقط محلية، إنما على مستوى الدول العربية. سعادتك، الآن هذا النصب يتوسط حديقة، وهذه الحديقة صحيح. فيها أشجار وفيها زهور وفيها كذلك مسطحات خضراء، وهناك مشاريع. اليوم استمعنا إلى صاحب السمو حاكم الشارقة يتحدث عن مشاريع كذلك، يعني للترفيه وللعائلة وللأسرة سوف تكون في هذا الميدان. هذا من شق. الشق الثاني كذلك، إذا في مجال لو تخبرنا عن هذا النصب والإضافات الجمالية التي يضيفها على هذا الطريق، خاصة في الفترة المسائية، مضاء بإنارة جدا جميلة، والمخرج أعتقد صور بعض اللقطات كذلك المسائية. ان شاء الله، بس قبل لا اتكلم عن هذه النقطه والاضافات والتوجيهات اللي وجه فيها صاحب السمو، ابغى اشير ان يعني في نقطه نيل الشارقه لللقب هذا، بعد ما طلعنا من هذا الموقع انتقلنا الى داره الشيخ سلطان، وكان جوله بسيطه في الداره، جميل. فلفت انتباهي درع من الدروع اللي كانت موجوده في الداره، وهو يعني متعلق بهذا الموضوع. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم اليسيسكو، الاسيسكو، نعم نعم، منحت وسام إلى صاحب السمو الحاكم شيخ دكتور سلطان تقديرا لجهوده في خدمة الثقافة، وبمناسبة اختيار الشارقة عاصمة ثقافية للعالم العربي. هذا في سنة 2014، لا في 1998. العاصمة العربي إذن، هي نعم، هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم، ولكن تم منح وسام إلى صاحب السمو اللي جهوده أن وصل الإمارة لنيل هذا اللقب. جميل جميل جميل. يعني اللقب راح للإمارة، وكذلك الوسام أيضا لصاحب السمو، قائد هذه المسيرة. جزاهم الله خير. طيب الآن هذا فيما يخص الإضاءة الليلية، مثل ما نشوف النصب طبعا له منظر مغاير تماما في الفترة المسائية. الإضاءة تبين جمالية هذا النصب، وتبين العناصر الرئيسية فيما يخص الزخارف الهندسية اللي موجودة على النصب، ونشوف الأبعاد والتداخل فيما يخص الألوان والظل في الإضاءة في النصب هذا. جميل. وهاي مثل ما قلنا هذا النصب في حديقة اللي هي العالم العربي، وكان توجيه صاحب السمو اليوم في زيارته أن تنشأ حديقة، يعني منطقة ألعاب للأطفال في هذه حديقة العالم العربي، وتجهيزاتها الكاملة اللي تراعي سن الأطفال وتكون مصورة، وكذلك أيضا حديقة للناشئة واللي أعمارهم يعني أكبر من الأطفال، يعني في سن متوسطة، فهناك بيكون منطقتين للألعاب، وكذلك أيضا مقهى، وعبارة عن استراحة يعني للاستراحة، وكذلك دورات مياه ومقهى في هذه جميل الحديقة. جميل، مقهى واستراحة وفي ذات الوقت دورات مياه، وهذا المقهى أعتقد سوف يكون قريب، قلت لي، من منطقة الألعاب. هي منطقة ولا صحيح. منطقتين سعادتك؟ هي منطقتين. هذا المقهى هو يعني تصميمه دائري، ولو نشوفه يعني هو بشكل دائري، وبتكون المنطقتين على طرفي هذا المقهى. الآن بين تقريبا صاحب السمو هو يستعرض الصور التوضيحية للمقهى وكذلك لبعض المجسمات اللي موجودة في الساحة. نعم، هذا الآن اللي نشوفه في التصوير، هذا انتقال صاحب السمو إلى حديقة العالم الإسلامي، واللي هي الحديقة المجاورة لحديقة العالم العربي، وفيها النصب قائم، ولكن في بعض الإضافات، في بعض المشروع قائم في هذه الحديقة، وكذلك المقهى الآن قيد الإنشاء في هذه حديقة العالم الإسلامي. جميل. لكن الآن أنا أشوف صاحب السمو حاكم الشارقة مشكورا يستعرض بعض الصور، هذه الصور للمقهى صحيح؟ إيه نعم، مثل ما نشوف المقهى هو عبارة عن مقهى دائري ومنظر بانورامي حوالي في وطبعا نشوف هذا الرواق الخارجي لهذا المقهى،
جميل. والزخارف الإسلامية والنقوش الإسلامية بشكل جميل جدا ومميز. هذا اللي الحين حاليا يعمل به تقريبا نسبة كبيرة نعم، منجز. هذا قيد الإنشاء، الجزء تقريبا الهيكل المدني لهذا المبنى موجود في الموقع، فقط الآن التشطيبات النهائية ووضع اللي هي قطع السيراميك الخاصة بالزخارف. جميل. وهذا المقهى مثل ما نشوفه هو يعني دائري، ويعطي أهل سواء كانوا المجموعة أو العائلة اللي تزور هذا المكان الاستراحة في المقهى، وكذلك أيضا يعني تسمح لأطفالها أن يلعبون في مناطق الأطفال حوالين المقهى سواء كان في الجهة الشرقية أو الغربية، وأيضا وهم يشوفونهم يعني من داخل المقهى ويشرفون على يعني وهم مطمنين يعني في المقهى. فهذه منطقتين للألعاب في حديقة العالم العربي وكذلك أيضا في حديقة العالم الإسلامي. نعم سعادتك، شاهدت قبل قليل بعض الأعمدة على طرفي الممشى، شو بالضبط هذه الأعمدة؟ هذه الأعمدة حقيقة هي عبارة عن مجسمات، يمكن صاحب السمو في مداخلة سابقة أتكلم عن هذه الأعمدة، هم عبارة عن مجسمات لعلماء المسلمين، وكل مجسم أو كل هذا عمود أو عالم يسرد عن يعني أهم مكتشفات أو أهم اختراعات لهذه العلماء المسلمين، وهما عبارة عن 16 عالم موجودين على نفس المسار. لأن لو نشوف هذا النص بالعالم الإسلامي وعصر نص يعني النص بالثقافة العربية في حديقة العالم العربي، في ممر متصل بين النصبين يوصل بعضهم البعض. البعض. نعم، وعلى امتداد هذا الممر يتواجد هذه الشخصيات الإسلامية عبارة عن علماء المكتشف المسلمين أصحاب المخترعات المكتشفات، ونبذة عنهم، يعني اللي يمشي ممكن ياخذ معلومات عن هؤلاء العلماء. صحيح، اللي ماشي في هذا الممر ممكن يتوقف سواء كان ينظر إلى يمينه أو شماله يشوف نبذة عن كل عالم وكل مخترع من هذه المخترعين العرب المسلمين، ونبذة عن حياته وأهم مثلا اختراعاته، وكلهم مسلمين قد نكون نحن يعني ما درسناهم ولكن موجودين، وهذه أفضل طريقة للتعلم هذه بحيث أن يعني الطفل ثقافة، وأنت إلى تعمل رياضة، هاي مش ثقافة بالحدود، هاي ثقافة على الماشي، ثقافة ببلاش. إيه نعم، ثقافة ببلاش. نعم، أنت نعم تتنزه وتستفيد من تنزهك، أنك تستفيد بمعلومة، تعرف عن عالم، تعرف عن المخترع هذا المسلم العربي وشو قدم للأمة وللعالم أيضا من جميل اختراعات. جميل جميل صراحة. بالفعل لذلك استحقت الشارقة أن تكون عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للثقافة الإسلامية، لأن الثقافة متأصلة فيها. بعض المنظمات أو بعض الدول أو بعض المؤسسات حينما تريد لقب معين تشارك في المسابقة من أجل الحصول على هذا اللقب، فإذا صحيح، انتهى اللقب هذا وحصلت عليه خلاص تجد أن عادت حليمة لعادتها القديمة مثل ما يقال. ولكن الشارقة لا تسعى للقب، بل اللقب يأتيها استحقاقا لما تبذله من جهود كبيرة جدا في مجال الثقافة، يعني الحمد لله. الحمد لله، وهذا يعني بفضل توجيهات قائد هذه المسيرة صاحب السمو الحاكم جزاه الله جزاه خير. الله خير، جزاه أي الله نعم، خير. جزاك الله خير يا أبو سعيد على هذه المعلومات الجميلة التي أعطيتنا إياها. وإن شاء الله، بس أنا آخر سؤال إذا في مجال. الآن نحن تفضل. نشاهد كيف أصبح هذا النصب أو الميدان جميل جدا، من أجل أن يجتمع عنده الناس يتسامرون، يجلسون، يلعبون، غير ذلك. لكن السؤال، متى سوف يتم الانتهاء تماما من الأعمال اللي موجودة في المنطقة هناك، سواء المقهى أو منطقة الألعاب أو غيرها بالتقريب؟ إن شاء الله نحن يعني على حسب الجدول الزمني والموعد اللي يعني متوقع لانتهاء المشروع إن شاء الله قبل شهر فبراير من السنة القادمة القادمة إن شاء إن الله. شاء الله، إن شاء الله بإذن إن الله، شاء يعني الله يعني في فصل الشتاء إن شاء الله، في الموسم الشتوي بنفس القادم. الموسم الشتوي الأوائل
بتقدر تتنزه في هذا في الحديقتين ما شاء الله. وتتنقل بينهم، وكذلك أيضا أنها تجلس في هذه المقاهي وتخلي أطفالها أيضا تستمتع بمناطق الألعاب اللي تم توفيرها لها إن شاء الله. مشكور يا أبو سعيد، والله يوفقكم إن شاء الله وما قصرت سيدي الكريم. جزاك الله خير. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزيل الشكر لسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة. ومثل ما شاهدنا يا أخواني ونشاهد، هكذا يبدو نصب عاصمة الثقافة العربية شامخا مدللا على استحقاق إمارة الشارقة لهذا اللقب عن جدارة عام 1998 حينما أعطيت هذا اللقب من قبل منظمة اليونسكو المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم في عام 1998، تأتي ثالثة بعد أن منح ذات اللقب لجمهورية مصر العربية ثم تونس فالشارقة وبعد الشارقة بيروت ثم المملكة العربية السعودية وبعدها الكويت فالأردن فالمغرب واليمن والخرطوم في سنة 2005، وهكذا تتوالى أو توالت الألقاب لمدن ليست عواصم، ليس بالضرورة عواصم، مدن. يعني مثلا أنا أذكر في سنة من السنوات، لا أذكر في أي سنة تحديدا، فازت حلب المدينة المنورة، لا كانت لقب عاصمة الثقافة الإسلامية. فهناك مراكش مثلا على سبيل المثال أذكرها جيدا، فليست عواصم وإنما مدن تلقب بهذا اللقب. فكما أسلفت مصر تونس فالشارقة فبيروت فالسعودية، وهكذا تتوالى الألقاب. هذا اللقب حينما جاء في عام 1998 جاء بناء على مشروع شارقي ثقافي نهضوي الحمد لله رب العالمين شهد له القاصي والداني، ولم يتوقف المشروع. يعني صاحب السمو حاكم الشارقة أو حكومة الشارقة أو القائمين على الثقافة في الشارقة لم يقولوا خلاص جهودنا الثقافية واهتمامنا في الشأن الثقافي آتت أكلها وخلاص، لا، بل استمر العمل على نفس المنوال بل أكثر. ولم يكن صاحب السمو حاكم الشارقة يفكر بأنه في العام 2014 سوف تحصل الشارقة على لقب هو عاصمة الثقافة الإسلامية، ما فكر في هذا الشأن وفي هذا الأمر أبدا، إلى أن جاء اللقب وبشرت الشارقة يمكن تقريبا في أواخر 2012 أو أوائل 2013، يعني قبل الاحتفال بسنة، بأن الشارقة استحقت هذا اللقب إسلاميا كذلك. ومن يدري، ربما تأتي الألقاب تباعا، لأن الشارقة لم تتوقف عن دعمها للثقافة محليا وخارجيا.